كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم واحد الاكله كتجي لذيذه بالصوصيت. غادي نحضروا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا الزيتون وعندي جوج فلفلات، الا بغيت تضيفوا وحده ضيفوا، انا درت جوج. وعندي صوصيت، وعندي ورقه موسى غير وحده، عندي جوج البصلات الصغار، الا عندكم الكبير ديروا فقط غير وحده. عندي هنايا التوابل، عندي بابريكا الحمراء، عندي الخرقوم، عندي الابزار والكمون والملحه على حسب الذوق. غير معلقه صغيره نتاع التوابل، معلقه صغيره غير الراس ديالها وصافي، ماشي عامره بزاف، غير شويه وصافي نتاع التوابل. عندي هنايا جوج معالق نتاع المعدنوس، جوج فصوص نتاع الثومه، وجوج معلقات نتاع زيت الزيتون. وهنايا كنجيبو المقله، كنضيفو البصله، وغادي نضيف التوابل، غادي نخلطهم بهذا الشكل. كنضيفو على البصله، هنايا غادي نضيفو جوج معالق نتاع زيت الزيتون، وغادي نديروه على النار مهيله تيطيب لينا البصله مع التوابل، عاد نضيفو عليه الباقي. هنايا راني ضفتو على النار مهيله، وغادي نغطيوه مره مره، غادي نحركو البصله حتى يطيب، عاد نضيفو عليه الباقي. البصله راها طابت مزيان، ودابا غادي نضيف الفلفل، بسم الله، وغادي نضيف الثومه، كنحركو مزيان. صافي هنايا غادي نغطيه، غادي نخليه حتى يطيب عاوتاني شويه، غادي نضيف نص كاس نتاع الماء، غير نص كاس فقط، ورقة سيدنا موسى، وغادي نضيف معدنوس، وهنايا غادي نغطيه نخليه يطيب شوية، عاد نضيف ليه الزيتون، وهنايا كنجيبو فرشيط كنديرو بهاد الشكل باش يطيب من الداخل، غير كنقلبو هكا وصافي. صافي هنايا كنضيفو الزيتون، راه تقريب غادي يطيب، وغادي نغطي. كيف ما كتشوفو هذا هو الصوصيط ديالي، كيجي رائع ولذيذ بزاف، الا جربتو ما غاديش تندمو عليه. في البنايه البنات غيجربوا ما غاديش تندموا ان شاء الله، كيف ما كتشوفوا معايا، وبالصحه والراحه. بغيت نقول لكم البنات الا بغيتوا تخدموا في واحد الشركه ان شاء الله، غادي نخليكم الرقم تاع الهاتف
نصح واحد لفام ديالنا في اسبانيا غادي تشرح لكم كل شيء ان شاء الله. غيدخلوا عندها وغادي تشرح لكم الطريقه نتاع الخدمه. وهنايا اللي غادي نحبس الفيديو، وبالصحه والراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.